السلام عليكم اعزائي المشاهدين الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد فلوج جديد لاشين ديالنا الويبي فلوج. المهم اليوم درنا طنجيه مخلطه بالمروزيه مخلطه بالحمبرقوق. جا عليها الطالب قاضيه فيها لحمه البرقوق، قاضيه فيها الكله الطنجيه. المهم هذا الكوموند ديال واحد السيد اللي الحمد لله الناس كيعجبو المتابعين، المتابعين اللي كيعجبو الفيديوهات ديالنا وداكشي، وقال لك هادي هنا الطنجيه المراكشيه البيجاويه ديال التخيتيقات. المهم ما نطولش عليكم بزاف، داكشي حتى اول مره ولا انت اول مره مالك الا تهضر، دير لايك دابا تشير ديك لعبه باقا تحت صافي، لايك ابوني بارطاجي بليزير رجوله. المهم ما نطولش عليكم، دوزوا للمقادير الاخوان. الاخوان ديالنا بالنسبه للمقادير كيف ما كتشوف عندنا اللحم الملج الاخوان، طبيصلات طبيصلات ديال العجله انتم كتشوفوا الاخوان، الحيمات اللهم بارك، الكمون كاس تاع الماء فيه الزعفران شعره، الثومه زيت العود، اللوز التزيين. هنا الاخوان كاين واحد الحاجه اللي بغيت نقولها لكم، هذا الحامض هذا تاع علاقه، اللهم كنسالوا هذا الحامض المعلق انتم كيف كتشوفوا واش كيطيب من الداخل، هذا هو الحامض اللي كيليق الطنجيه صراحه كنكها والقدره. اللي بغيت نقول لكم واحد الحاجه، الحامض راه ما كنديروش الملحه في الطنجيه، والطنجيه راه انواع، كاين المعلل الحلوه وكاين المالحه. المهم هاد المقادير اللي غادي نستعملوها الاخوان، وغنضيف حاجه وحده، غنضيف واحد المعلقه صغيره راس المعلقه ديال السمن حره. المهم ما نطولش عليكم، دوزوا للمقادير، دوزوا للطريقه التحضير. انا الخوت سمحوا لي تقطع لي الفيديو بوحديتو، التليفون كان عامر. المهم هنا اللحم والكمون كيف كتشوفوا، ما درتو عاود رجعت باش نوريكم الطريقه كيفاش. الله المهم هالحيمات هنايا كنجيبوا الحامض ديالنا، هذا الحامض هذا الاخوان كنحيدوا له البابا ديالو، كنخليوه الجلده كنلوحوه هنا في القدره. كيف لك راسو بوحديتو هانتوما شاول هنايا غادي نجيبوا الثومه، ثم هذه الاخوان راه كدوب خصنا كتفرقعها على جوج هنايا حتى كيبان لها العرق. الله لا سعدات الناس بها جوا قسما بالله الخوت، الى غير اللي ما باغيش يعيش صافي. بارك عليهم الثومه صافي، بقيت هذا البرد. اللي غنضيف هنايا الماء بالزعفران شعره، زيت العود تقريبا كاس صغير ديال الزيت، راه حتى اللحم غيتلقى ليدام ديالو. ايوا كيف قلت لكم غادي نزيد شويه ديال السمن الحره، باش نكثر منها بزاف اللي حطاش النظر ديالها قاصحه شي شويه. ها كبارك علينا نكيهات، ودابا غندوزو للطريقه اللي غنوريكم كيفاش غنسدو بها بابي كويسون كاغيتي. نجيو هنا كنشوفو نخالفوها غير شي شويه، جايين نديرو واحد الثانية شي طرف الخيط، اخوان الطنجيه ديالنا هي، ودابا غنطلعوها للفرن هادشي الفوق هاد النقطه كيف ما شفتو معنا في الفيديو، العافيه نشعلناها.
الصراحه ديال الصل ديال الحديد راه غير مرات كتشد السخونيه ديال الصل. المهم اول طريقه غنديرو هي غنديرو التبن. هذا الخليفه على ابو الحولي الله يرحمه. هو اللي كنا انتما الخوت العافيه قريبه تطيح مابقاش لها بزاف دابا يولي كلشي رماد كيف كتشوفوا هنا الرمله ها هي راه تبدل اللون غيبقى هادشي كل هاد البارتيه كلها سخونه هاد البلاصه كلها الاخوان تبقى سخونه كما كتشوفوا الرمله كيتبدل لها اللون يعني مابقاش لها بزاف وغادي نلوحوا الطنجيه ديالنا يلا خليكم بعد ما ان شاء الله طيب الطنجيه راه تعطل واحد 4 حتى 6 السوايع الاخوان الاخوان ديالنا الطنجيه ها هي صراحه هانتوما كتشوفوا في الرماد عرفتي راه هنايا راه الحافي الرمله سخونه والله لا الرمله سخونه ماما طلعت والله الا الريحه طالعه المهم دابا دوزت شي ساعه المكانه وغادي نزيدو نخليوها تقريبا عندي بها الغرض حتى 11 الليل يعني حتى 9 ولا 10 عاد غادي نجبدها من هنا وان شاء الله نتلاقاو اخر منين طيبنا ان شاء الله واش الاخوان المهم بعد ما كتشوفوا حنا جينا الطنجية ديالنا كما كتشوفوا الاسلحة هذا نقدر نخرجه نقدر نخرجه كاع دابا نيت السخونيه داكشي الله يرحم الصحه المهم هنا طيبنا كما كتشوفوا قبل جبد العواد شويه الفاخر الرمله سخونه بقيت من بعد كنطلع كنقلب لها الرمله سخونه ملي كنجبدها كنخشيها هنايا وشويه ونهبطوها للضربي ما ترتاح حقاش تخاف تهزها وتهرست اغلبيه كيتهرس بالقدرات من هنايا المهم القضيه ديال الموقع اللي غتطلع تحيه للزوافريه نجي كتشوفوا ها هي واش دات اللي نمسحو الرماد هذا نقلبوها حتى شوفوا القديره كي جات بعد ما الاخوان كيف كتشوفوا اللهم صل عليك يا رسول الله اللهم صل عليك معنا ضيف الشرف الاخ بدرجة يزورنا وساند الرسمي للاكل اللهم صل عليك يا رسول الله ابراني لا ما سيدي انتم الاخوان راه شي فرشيطه خايبه خطر راه مرام تما لا اول واحد غيدوق اخاي بدر هو انت بسم الله لا رياكسيون واقف تما باغي يطلع بيا زبده ولا ماشي زبده زبده ونين نبدا المهم اخوان حقكم في الجنه المهم الكوموند ديالنا خصنا نمشيو نديوها وان شاء الله نتلاقاو بعد ستوريات ونتمنى الوصفه اليوم نالت الاعجاب ديالكم ما تقولش باقي البيل ديال الراس باش طال الحفره نجبدها ما تنساوش تابوناو وتبارطاجيو ودعموا لاشين ديالنا وديما الجديد ديما